مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بكيتشينت. اليوم رح نطبخ اكل كتير طيبة وهيني. بدي زهر الكوسة مفروم ناعم، بدي تركي بيكن، بدنا بيض، بدنا بصل مفروم ناعم، زيت زيتون، عصرة حامض، اسبانخ مفروم ناعم، بقدونس مفروم ناعم، بندورة كرزية وحبق وشوية حليب وملح وبهار. رح حط زيت زيتون، بحط البصل فوق منه. هلا رح حط البيكن، رح اخد شوية حبق وكبهم فوق منهم، البندورة الكرزية وعصرة حامض صغيرة والبقدونس، شوية سبانخ، رح حط زهر الكوسة، بزيد الملح، بحط الحليب، واخر شيء رح حط البيض. والبيض بس بدي حطه لازم ما ينشف على الاخر، ويلي بده يزيد جبنه في يزيد جبنه. وهيك بكون خلصنا زهر الكوسه مع البيض والبيكن التركي. والف صحتين من كتشينت.